تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. تيسيرا تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في شرح منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام القراء وحجتهم أبي الخير محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. وكان قد وقف بنا الشرح في الحلقة الماضية عند باب في ذكر بعض التنبيهات، حيث يقول الناظم رحمه الله تعالى فيه: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهمز الحمد أعوذ إهدنا، الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بدي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، إلى آخر هذه الأبيات. بدأنا شرح هذه الأبيات في الحلقة الماضية، وقد تحدث الناظم رحمه الله تعالى في مطلع هذه الأبيات عن التفخيم والترقيق. فرققا مستفلا من أحرفي، رققا هذا فعل أمر، رقق وفي آخره نون توكيد خفيفة، ونون التوكيد هذه قد تكون خفيفة وقد تكون ثقيلة. الخفيفة تكون ساكنة فقط كهذه النون، فرقق ورققا، وتكون ثقيلة أي مشددة رققن. لكن هو طبعا في هذا البيت قال فرققا مستفلا من أحرفي، ومستفلا هي صفة لمفعول به محذوف تقديره حرفا، فرققا الفاعل أنت، فرققا أنت حرفا مستفلا، فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا أيضا النون هنا هي نون توكيد خفيفة، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ذكرنا في الحلقة الماضية أن التفخيم هو مستحق الاستعلاء، وأن الترقيق هو مستحق الاستفال. لما نقول أن هذه الصفة لها مستحق، يعني الشيء الذي يترتب على هذه الصفة، فحروف الاستعلاء سبعة خص ضغط قض، حقها أن يتجه صوتها إلى غار الحنك الأعلى. إذا خرج الصوت من الحنجرة وأراد الصوت أن يواصل طريقه إلى خارج الفم، اتجه الصوت إلى غار الحنك الأعلى بسبب رجوع لسان المزمار قليلا إلى الخلف، إلى جهة الجدار الخلفي للحلق، وتقعر يكون في وسط اللسان أيضا، وارتفاع لأقصى اللسان، وهذا يجعل الصوت يتجه إلى غار الحنك الأعلى. هذا هو حق حروف الاستعلاء، أن يتجه صوتها إلى غار الحنك الأعلى. ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ الذي يترتب عليه أن الصوت إذا اتجه إلى قبة الحنك وإلى غار الحنك الأعلى إلى سقف الحلق، فإن الصوت يصطدم بقبة الحنك، ويعود الصوت وينتشر في الفم
وله رنين، هذا الرنين هو التفخيم، فالتفخيم نتج عن استعلاء صوت الحرف، كما أن الترقيق نتج عن تسفل صوت الحرف، لأن بقية حروف الهجاء إذا أسقطنا منها حروف الاستعلاء السبعة خص ضغط قض، فإن هذه الحروف يتسفل صوتها ولا يتجه إلى غار الحنك الأعلى، وهذا بسبب أن الحلق لا يتضيق ووسط اللسان لا يتقعر ولسان المزمار لا يرجع إلى الخلف، فهذا يجعل الصوت يتسفل وينحدر إلى خارج الفم، وهذا ينشأ عنه وينتج عنه ترقيق هذه الحروف. فالتفخيم هو مستحق الاستعلاء والترقيق هو مستحق الاستفال. بما أن الناظم رحمه الله ذكر لنا التفخيم والترقيق في هذا البيت، أيضا من المهم أن ننبه إلى أمر، وهو أن الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاث مجموعات. عندنا حروف مفخمة دائما، وهذه الحروف هي حروف الاستعلاء، حروف خص ضغط قض، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. وعندنا حروف دائما مرققة، وهذه الحروف هي كل الحروف المستفلة عدا ثلاثة أحرف، وهي الألف واللام والراء. انتبهوا إلى هذا التقسيم. الحروف العربية عددها 29 حرفا كما نعرف جميعا، منها 7 أحرف جمعوها بقولهم خص ضغط قض، هذه حروف مفخمة، وهي حروف طبعا في الأساس مستعلية، لأن التفخيم هو نتج عن استعلاء هذه الحروف، عن استعلاء صوت هذه الحروف. الحروف الهجائية 29 حرفا أسقطنا منها 7 أحرف، كم يبقى؟ يبقى 22 حرف. هذه الحروف المتبقية كلها حروف مستفلة، وبالتالي كلها حروف مرققة، لأن الترقيق ناتج عن استفال صوت الحرف. لكن هناك 3 أحرف من هذه الحروف قد تفخمها العرب أحيانا، وهي الألف واللام والراء. إذن حروف مستعلية أو حروف مفخمة دائما خص ضغط قض، حروف قد تفخمها العرب أحيانا وهي الألف واللام والراء، وبقية الحروف هي حروف مرققة دائما، فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف. الآن الناظم رحمه الله تعالى بدأ يذكر لنا بعض التنبيهات التي ينبغي أن ننتبه إليها، وينبغي أن نقيس عليها غيرها، وألا نقع في هذه الأخطاء التي ينبه إليها في هذه الأبيات. وطبعا الناظم رحمه الله ويذكر هذه التنبيهات ويذكر هذه الأخطاء التي قد يقع فيها القارئ من تجربته هو رحمه الله تعالى، لأنه سيأتي معنا بعض الأمثلة، يعني قد يستغرب بعضكم يعني كيف ينبه إلى هذه الكلمة وأن الخطأ عزيز في هذه الكلمة، لكن هو في عصره وفي البيئات التي زارها وفي الناس الذين التقى بهم قد يعني تكون هذه الأخطاء موجودة في عصره وفي زمانه، أو وقعت هذه الأخطاء بين يديه وبالتالي هو ينبه إلى هذه الأخطاء. أول تنبيه طبعا هو نبه على مسألة الترقيق، قال فرققا مستفلا من أحرف، يعني رقق الحروف المستفلة وحاذرا. طبعا لما قال فرققا مستفلا من أحرف، وأيضا يعني بما أنه ذكر أن الترقيق يكون في الحروف المستفلة، هو أيضا يعني يشير إلى أن
الحروف المستعلية ينبغي أن تفخم، الحروف المستعلية ينبغي أن تفخم. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. الآن الناظم رحمه الله تعالى يحذر وينبه إلى خطأ قد يقع وهو تفخيم حرف الألف. الألف أيها المباركون لا يوصف بتفخيم ولا ترقيق، وإنما يكون تابعا للحرف الذي قبله، فإن سبق بحرف مفخم فخم، وإن سبق بحرف مرقق رقق. لكن أن نفخم حرف الألف هكذا على الإطلاق هذا خطأ. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. وهو الآن طبعا هو يشير إلى هذا في هذا البيت، ولما تكلم وقال فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أي احذر أيها القارئ أن تفخم حرف الألف إذا سبق بحرف مرقق، لأنه قبل هذا هو يتحدث عن الترقيق. فرققا مستفلا من أحرفي واحذر أن تفخم حرف الألف إذا سبق بحرف مرقق. مثلا لما نقول بسم الله، الآن الألف في لفظ الجلالة سبق بلام، هل اللام مفخمة أم مرققة؟ هي حرف مستفل مستحقه الترقيق، وبالتالي لا يصح أن نفخم الألف، لا يصح أن نقول بسم الله، هذا لا يصح. أيضا مثلا قولي اللهم، الألف هنا الذي لا يكتب في لفظ اللهم، في لفظ اللهم هذا الألف لا يكتب، لأن هذه الكلمة من حيث الكتابة ومن حيث أيضا معاملة اللام ومعاملة الألف الذي بعد اللام تلحق بلفظ الجلالة، وهذا مر معنا وذكرناه في أكثر من مناسبة. فلا يصح أن نقول قل اللهم ونفخم الألف، الألف هنا مرققة لأنها سبقت بحرف مرقق. أيضا في سورة الفاتحة مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، لا يصح أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، الألف هنا لا تفخم. لماذا لا تفخم؟ لأنها سبقت بحرف مرقق، فلا يصح أن نفخم هذه الألف. مثلا من السماء، الألف هنا سبق بميم، والميم حرف مرقق حرف مستفل، وبالتالي لا يصح أن نقول من السماء، لا يصح. مثلا قل أعوذ برب الناس، الألف هنا من كلمة الناس سبق بحرف النون، هل النون مفخمة أم مرققة؟ النون مرققة ليست من حروف الاستعلاء، وبالتالي لا يصح أن نفخم الألف، لا يصح أن نقول قل أعوذ برب الناس، هذا لا يصح. سأواصل إن شاء الله شرحي لهذه الأبيات وتوضيح التنبيهات الذي يذكرها لنا الناظم رحمه الله، لكن بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير فحياكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ضمن مشروع خدمة العلم وأهله تعلن مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام عن توفير مؤلفات فضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
بأسعار مناسبة للمكتبات وطلبة العلم. للشيخ حفظه الله تعالى مؤلفات عدة، منها مدونة الفقه المالكي وأدلته، فتاوى المرأة المسلمة، العقيدة الإسلامية، العبادات أحكام وأدلة، الأسرة أحكام وأدلة، شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، وكثير غيرها. للحجز والاستفسار يمكنكم زيارتنا بمقر مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب الكائن بمدينة طرابلس تاجوراء بالقرب من المعهد العالي للعلوم الشرعية، أو من خلال الاتصال بنا عبر الهاتف أو خدمة واتساب على الرقم التالي 091-00-25-967، أو عبر التواصل على صفحة الفيسبوك باسم مطبوعات ومنشورات مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. ذكرنا قبل الفاصل أن الناظم رحمه الله نبه وحذر من تفخيم لفظ الألف إذا سبق حرف الألف بحرف مرقق، وذكرنا أمثلة على هذا. أما الألف المسبوقة بحرف مفخم فيجب تفخيمها، لأن الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. مثلاً خالدين، لا يصح أن نقول خالدين فيها خالدين، لا يصح أن نرقق الألف وطبعا الخاء التي قبله. مثلا والقائمين، لا يصح أن نقول والقائمين، لا يصح، لابد من تفخيم الألف وتفخيم القاف التي قبلها. في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا ولا يصح أن نقول ولا الضالين، هكذا يعني نرقق الألف. مثلا من الله، لا يصح أن نقول من الله، لا أحد يفعل هذا، لفظ الجلالة سبق بفتح لامه مفخمة والألف التي بعد اللام مفخمة. مثلا يراؤون، الراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة، فلا يصح أن نقول يراؤون، لا، لابد من تفخيم الألف، فالألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. ولا توصف الألف بتفخيم ولا ترقيق، كما نص على هذا إمامنا ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر، بل هي بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه تفخيما وترقيقا. إن سبقت بحرف مفخم فخمت، وإن سبقت بحرف مرقق رققت. إذن انتهينا من هذا البيت. فرققا أنت أيها القارئ حرفا مستفلا من أحرفي، واحذر من تفخيم لفظ الألف إذا سبق حرف الألف بحرف مرقق، أما إن سبق بحرف مفخم فيجب تفخيمه. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى حرف الهمزة، وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد، أعوذ، اهدنا، الله، وهمزة الحمد، أعوذ، اهدنا، الله،
ثم لام لله لنا. الآن الناظم ينبه إلى الخطأ في تفخيم حرف الهمزة لما قال وحاذرا أنت أيها القارئ تفخيم لفظ الألف، واحذر أيضا من تفخيم الهمزة، وذكر أمثلة على هذا. إذن وهمزة الحمد، يعني احذر تفخيم حرف الهمزة، وهمزة الحمد. لا يصح أن نقول الحمد الحمد، هذا لا يصح، لأن الهمزة هي حرف مستفل مستحقه الترقيق. وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا. هو النصب هنا هذا مهم، لما قال وهمزة لماذا نصبت، لماذا نصبها وهمزة، لماذا نقول وهمزة الحمد، لماذا الهمزة منصوبة؟ هو في أول الأبيات قال فرققا مستفلا، ذكرنا أن رققا هذا فعل أمر والنون هي للتوكيد، والفاعل مستتر تقديره أنت، والمفعول به محذوف وتقديره حرفا، ومستفلا هي صفة للحرف. فرققا أنت حرفا مستفلا، وهذه لما نصبها وهمزة، يعني رقق أنت همزة، همزة هنا هي مفعول به، لذلك قال وهمزة، يعني رقق همزة، رقق أنت همزة الحمد أعوذ اهدنا. هذه كلها أمثلة. الحمد لا يصح أن نفخم الهمزة، لا يصح أن نقول الحمد. أعوذ لا يصح أن نقول أعوذ بالله أعوذ، هذه همزة مفخمة والعرب لا تفخم الهمزة أبدا. وهمزة الحمد أعوذ اهدنا، لا يصح أن نقول اهدنا الصراط، لا يصح أن نفخم الهمزة أبدا، لا يصح بأي حال من الأحوال. الهمزة هي حرف مستفل مستحقه الترقيق دائما، ولا تفخمه العرب البتة أبدا، لا تفخمه العرب. الحمد أعوذ اهدنا الله. أيضا الهمزة من لفظ الجلالة، لا يصح مثلا أن نقول الله لا، وهذا خطأ شائع جدا. الله الله لا إله إلا الله، هذه همزة مفخمة، الصواب الله الله. بعد الهمزة المرققة ننتقل إلى اللام المشددة المفخمة من لفظ الجلالة، ولا نترك الهمزة تتأثر بجارتها اللام المفخمة المغلظة. ثم لام لله لنا، أيضا هو ينبه إلى مسألة ترقيق اللام. ثم لام لله، لا يصح أن نقول لله، لابد من ترقيق اللام، لأن اللام هنا في لفظ لله سبق لفظ الجلالة بحرف مكسور وهي حرف الجر اللام، وبالتالي لامه مرققة، لا يصح أن نقول لله. أيضا لنا، لنا لا يصح أن نفخم اللام، لا يصح أن نفخمها. ثم لام لله هذا مثال، لنا هذا مثال، ثم لام لله لنا. وليتلطف، أيضا هو ينبه على اللام الثانية من كلمة وليتلطف، لأن اللام الثانية بعدها حرف استعلاء وهو الطاء المستعلية المفخمة المطبقة، بالتالي لا يصح أن نترك اللام تتأثر بجارتها الطاء، لا يصح أن نقول وليتلطف، لا يصح. وعلى الله، وعلى الله ولض، وعلى الله هو الآن ينص على اللام من لفظ على، لأن على حرف الجر هذا لامه بعدها على الله، بعدها اللام المشددة من لفظ الجلالة وهي لام مغلظة، لام مفخمة، لأن لفظ الجلالة سبق بفتحة اللام، وبالتالي فإن لامه متفخم وألفه تفخم تبعا للام الذي قبله،
وبالتالي لا يصح أن نترك لام على تتأثر بجارتها اللام المفخمة من لفظ الجلالة، لا يصح أن نقول على الله وعلى الله قصد السبيل، وعلى لا يصح، وعلى وعلى الله لام مرققة مستفلة، ثم ننتقل إلى اللام المفخمة من لفظ الجلالة. وليتلطف وعلى الله ولض، ولض هنا يشير إلى هذه إشارة إلى كلمة ولا الضالين في سورة الفاتحة، فهو ينبه يقول احرص على لام ولا، هذه اللام النافية، احرص على لامها لا تفخمها لمجاورتها للضاد المستعلية المفخمة المطبقة. فهذه أمثلة وهذه تنبيهات يذكرها الناظم رحمه الله تعالى، يعني هو في الهمزة كم ذكر لنا مثالا، وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله، ذكر أربعة أمثلة. لما انتقل إلى اللام ثم لام ذكر لله، هذا مثال لنا، وليتلطف وليتلطف، وعلى الله ولض، ذكر لنا خمسة أمثلة. ثم انتقل إلى حرف آخر وهو الميم، والميم من مخمصة ومن مرض، والميم من مخمصة ومن مرض. أيضا لاحظوا أن الميم منصوبة هنا، الميم منصوبة على أنها مفعول به، فرققا أنت مستفلا، أو فرققا أنت حرفا مستفلا، ورقق أيضا أنت الميم. والميم من مخمصة ومن مرض، هنا ذكر لنا مثالين. المثال الأول كلمة مخمصة، هذه الكلمة فيها ميمان، الميم الأولى والميم الثانية. لاحظوا أن الميم الثانية من كلمة مخمصة وقعت بين حرفين مفخمين وهما الخاء والصاد، فكثير ما يكثر الخطأ في هذه الكلمة بتفخيم ميمها لأنها وقعت بين حرفين مفخمين، مثلا مخمصة أو حتى الميم الأولى على فكرة لمجاورتها للميم، فتنطق هكذا مخمصة ما مخما مخمصة، لاحظوا أن الميم مفخمة ولا يصح أن نفخم الميم، الميم هي مستفلة وهي مرققة دائما ولا تفخمها العرب أبدا. ومن مرض أيضا كلمة مرض، مثلا في قلوبهم مرض، الميم من كلمة مرض بعدها راء مفتوحة، والراء حرف مستعل مستحق، الراء حرف مفخم لأنها الراء مفتوحة هنا وبالتالي هي راء مفخمة، الراء ليست مستعلة، هي من حروف الاستفهام لكن قد تفخمها العرب أحيانا، وسيأتي معنا ذكر أحكامها إن شاء الله. فكلمة مرض لأن الراء مفخمة فيخشى على الميم التي قبل أن تفخم تبعا للراء، مثلا ما مرض ما ما، هذه ميم مفخمة والعرب لا تفعل هذا، الصواب ما مرض ما مرض مخمصة ولا تفخم الميم أبدا، الميم حرف مستفل مستحقه الترقيق. والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر. الأفضل أن نقف هنا عند يعني هذا البيت وألا نتابع، لأن الكلام الآتي هو مرتبط ببعضه من هنا، وباء برق باطل، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي يعني فيها يعني في الباء وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر، هذا إن شاء الله لأن الكلام مرتبط ببعضه إن شاء الله أشرحه في الحلقة القادمة. أما الآن فنكتفي بهذا القدر من المادة العلمية، نخرج الآن إلى فاصل قصير.
بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية ونفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد، فحياكم الله. شأنه عظيم، حرمة المال العام أعظم من حرمة المال الخاص، لأن حرمة المال الخاص متعلقة بشخص واحد، وحرمة المال العام متعلقة بالأمة كلها. من يأخذ ديناراً أو درهماً من شخص فهو مطالب من ذلك الشخص فقط، ويمكن أن تؤتيه الفرصة أن يتحلل منه أو يؤدي عوضه لورثته، فالتخلص منه ممكن. لكن من يتعدى على دينار واحد من أموال المال العام فهو متعد على الأمة كلها، لأن المال مال الأمة كلها، فكيف يمكنه أن يتحلل من الأمة كلها؟ شبه مستحيل. ولذلك المسلم عليه أن يتحرز منه ويتحوط منه ويبتعد عنه قليله وكثيره، وخصوصا المسؤولون، رؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات، هؤلاء مطالبون قبل غيرهم بالمحافظة على المال العام. يجب عليهم أن يحافظوا عليه أشد من محافظتهم على مالهم الخاص. الإنسان أن يفرط في دينار واحد من ماله الخاص بإرادته ورغبته لا يفرط، لأن المحاسبة عليه شديدة. سماه القرآن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم غلول، معناه هو كبير من الكبائر. فيه وعيد وفيه تحذير شديد. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق. ما فيش أقل من الإبرة، يعني مثال في الصغر. إلا ويأتي يوم القيامة بما غل. كل مسؤول يملك من أمر من هذا الأمر شيئا لا يحق له أن يسكت عن هذا، بل يجب فورا أن يشكلوا لجنة للتحري والتحقيق بحيث يوضع الأمر في نصابه. عذاب الله أشد من عذاب أي أحد مخلوق في الدنيا. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة كما هي العادة، نتلو التلاوة المنهجية، وتلاوتنا من الآية 27 إلى الآية 34 من سورة النحل. أتلو وبعد التلاوة يسعدني ويسرني أن أستقبل اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة فأهلا وسهلا بكم صهيب أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا صهيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالبلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوف عذاب إن ربك لبالمرصاد
حسبك حسبك، بارك الله فيك يا صهيب، ما شاء الله قراءة جيدة. فقط يا صهيب انتبه للراءات التي وقفت عليها. لا أظن أن يعني صهيب سيفهم ما أقوله، لكن أنا أذكره لمن يشاهد ويسمع. مثلا في هذه الآيات التي قرأها صهيب بارك الله فيه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري. هل في ذلك؟ هذه الكلمات الفجر عشر يسر كلها في آخرها راءات. هذه الراءات طبعا إذا وقفنا على هذه الكلمات فإن راءاتها ستسكن بسبب الوقف، يعني بدل والفجر لأن الواو للقسم والفجر مجرورة بحرف القسم الذي قبلها فالراء مكسورة، لكن إذا وقفنا فستسكن الراء. والفجر وليال عشر أيضا ستسكن الراء، ستصير عشر. فهنا تواجهنا مشكلة، وأننا المشكلة أننا نريد أن نجمع بين حرفين ساكنين في النطق، وهذا فيه شيء من الصعوبة. لذلك الآن لما سمعتم صهيب يقرأ هكذا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، يعني الراءات كلها أكلها، لم يترك منها راء، هذه الراءات الساكنة التي وقف عليه، لأن الأمر فيه صعوبة في مسألة الجمع بين حرفين ساكنين. لكن هذا لابد منه، لابد أن نتدرب على الكيفية التي من خلالها نستطيع أن نجمع بين الحرفين الساكنين هكذا. والفجر الجيم نعطيها حقها من السكون، والراء أيضا لابد من إعطائها حقها من السكون، وليال عشر الشين نعطيها حقها من السكون، وأيضا الراء التي بعدها والشفع والوتر لابد نعطي التاء حقها من السكون، وأن نعطي الراء حقها من السكون. فهذه من الأشياء التي كانت العرب تستسيغ فيها الجمع بين حرفين ساكنين. هذه ملاحظة لمن يشاهد ويسمع، وإن شاء الله صهيب سيتدرب على هذا بإذن الله. محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بمحمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. كم حركة يا محمد السين؟ ستة. وكم مددت أنت حركة؟ ثمانية ولا عشرة؟ ستة. لا كثرت. كثرت نقصها شوي، عودها. ياسين. طيب. استمر. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. هذا شنو نوع المد؟ شنو نوع المد يا محمد؟ إنك لمن. لا إنك لمن المرسلين. المد هذا أربعة. شن اسم المد أول شيء؟ مد عارض للسكون. ممتاز. كم يمد حركة؟ يا اثنين يا أربعة يا ستة. وكم مدت أنت حركة؟ أربعة. لا أكثر من أربعة مدت. حاول أن تضبط الأزمنة يا محمد. تمام؟ تمام. هي على صراط. على صراط مستقيم. كم مدت حركة؟ ستة. طيب ليش تخلط؟ ليش مرة ستة ومرة أربعة؟ ليش الخلط؟ ليش مرات ست حركات ومرات أربع حركات؟ ليش؟ هو عرض السكون. كنا نديرها ستة ولا أربعة. طول التلاوة متاعك تلتزم بمقدار واحد، لو تبي تقرأ أربع حركات في كل القراءة تقرأ أربع حركات، ما تخلطش يا محمد. حاضر. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. على أكثرهم خيرها.
ما في الا الخير ان شاء الله. اقراها زينين. على اكثرهم، على اكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بارك الله فيك يا محمد، حسبك ما شاء الله، قراءة جيدة خيرة. نسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك. عون، أهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ فيتوري، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل. ممكن اشارك معك في ايتين وثلاثه حيث توقفت انت من سوره النحل الايه 35. يا سلام يا سلام، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أعدها. ولقد بعثنا في كل أول شيء بين بين الثاء. ولقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدى من يضل. إن تحرص على هداهم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي لا يهدى من يضل فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين. حسبك. مشكور شيخ فتور، إن شاء الله استدعوا أن نرى فأجابكم إن شاء الله يا رب. الله يسلمك، بارك الله فيك أخي عون، نسأل الله أن يزيدك توفيقا وأن يزيدك حرصا، واحرص أكثر على أحكام التلاوة يا أخي عون. هي القراءة إن شاء الله يعني في أغلبها خالية من اللحن الجلي، وهو إبدال لحن الجلي يعني إبدال حركة بحركة أو حرف بحرف، لكن هي فيها لحون خفية يعني التي تكون في أحكام التلاوة. فأطلب منك يا أخي عون أن تحرص أكثر على أحكام التلاوة. نبدأ بالأحكام السهلة البسيطة، أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام المد وتفخيم وترقيق الراء. يعني هذه الأحكام هي سهلة في حقيقتها، فقط نتعلم هذه الأحكام نظريا ونتدرب على تطبيق هذه الأحكام في قراءتنا، وتعلم تطبيقها يكون على أيدي
المشايخ المتقنين المهرة، فلا بأس إن كان هناك قارئ متقن في مدينتك أو منطقتك يعني أن تذهب إليه. يعني الإنسان ربما في حينما يتقدم به سنه وعمره تكثر عليه المشاغل والالتزامات، لكن يحدد مثلا يوم يومين في الأسبوع، 3 أيام في الأسبوع، يعني كلها على بعضها 3 ساعات في الأسبوع، يعني يذهب لهذا القارئ المتقن يعني يلقنه ويوقفه على حقيقة هذه الأحكام. نسأل الله أن يرزقنا قراءة صحيحة موافقة لقراءة المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.